السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبأحسن الأحوال يا ربي، وتكونوا دوزتوا عطلة سعيدة ومزيانة إن شاء الله. اليوم غادي نتقاسم معكم هاد لاير كيك اللي درتها لانيفيرسير ديال بنتي، فهي اللي شوازاتها. غادي تكون بكيندر ونوتيلا، فما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير، غادي اول حاجه غادي نبداو بها وهي لا جينواز. غادي نحتاجوا لست البيضات اللي يكونوا على درجه حراره المطبخ، هذه ضروري. 175 غرام ديال السكر سنيده و 175 غرام ديال لا فارين فرينه وفاني. دائما قد السكر قد الفرينه. صافي، اول حاجه غادي نقوم بها وهي غادي نسيباري بيض البيض على الصفر، ضروري باش كتجينا الجينواز كبيره عاليه كما راكم غادي تشوفوا معايا في الفيديو. صافي، هنايا غادي نطلعو، غادي نبداو نضربو بيض البيض، وغادي نبداو نديرو السنيده بشوي بشوي حتى يولي عندنا بحال المورانغ. ومن بعد غادي نضيف عليه هذاك الصفر اللي حيدنا في من قبل. صافي، غنكمل التضرب ديالي، ومن بعد غادي ندير الدقيق شوي بشويه وفاني بيان سور. صافي، هنايا ملي درنا الدقيق ديالنا بشويه بشويه، كنبقاو نطلعو من تحت الفوق بلا باش ما نهرسوش هذاك البيض اللي صايبنا. صافي، هنايا وجدت واحد المول، خص يكون عندكم هنا المول عالي، فالا ما كانش كديروا هاد الطريقه اللي درت انا، كتزيدوا البابي كويسون. هنايا كنكون ديجا مسخنه الفران على 165 درجه، غادي يطيب لينا على 45 دقيقة. كطيب على خاطرها، ضروري باش ما تهودش لينا الجينواز. صافي، خرجت الجينواز من الفران، خليتها تبردات على خاطرها، ضروري كتجي صراحة كتجي زوينة عالية ومفشفشة كما كنقولوا. دابا غادي نقطعها، هنا عندكم الاختيار، بغيتو تقطعوها على بزاف، ديروا بزاف الطبقات بحال 6 طبقات 4 طبقات
كاين اللي كيبغي الجنواز غليظة رقيقة كما هنا ليكم الاختيار تماما، فأنا غادي نقطع كما راكم تشوفوا. صافي هنايا غادي نوجد غنشد كيندير، غادي ندير فيه واحد شويه الكريمه اللي طلعتها، فكندير الماسكاربون مع لا كريم فريش وكندربهم، ودرت معاهم هنايا الشوكولا بلون باش هو يعوض ليا الجيلاتين، يشد ليا مزيان الكريمه تشد ليا مزيان. وغادي ندير واحد شويه الشوكولا ولا نوتيلا باش يعطيني واحد لا كولور شويه ما بغيتهاش تجيني في البيض، بغيتها تجيني شويه كما راكم شفتوها في الاول، تجي شويه ماغون غير ماغون بارد. صافي هنايا شدت كيندير كما كشفتو كتمعسو شويه مع شويه الكريمه وشويه نوتيلا، واحد المعلقه كبيره ديال نوتيلا باش غادي نديروه الوسط يعطينا واحد الكروستيون. غادي نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف بالنسبه للكريم الا بغيتو تعرفوا شحال درت ديال الكريمه. صافي غادي نوجد الكريمه ديالنا وغادي نمونطي الحلوه ديالي. صافي غادي نسقي كنسقيو الجينواز ديالنا شويه بالسيرو. السيرو بطبيعه الحال كديروا كاس الماء مع كاس السنيده وكديروا النكهه اللي بغيتوا، نكهه الحامض ولا دوائر ديال الحامض هكا باش يعطيو شويه النسمه. صافي غادي كندير الكريمه كما شفتو، والوسط غادي ندير هذاك الخليط اللي وجدت ديال كيندير. صافي غادي نبقى مستمره على هذه الطريقه الطبقات كاملين حتى نوصل للطبقه الاخرى، وبطبيعه الحال كتسقوا شويه الجينواز حيت هي كتجي شويه ناشفه، كنسقيوها واحد شويه باش ما تبقاش ناشفه هكا. بنفس الطريقه كندير الكريمه في الجناب والوسط كنعمرو بكيندير. صافي الطبقه الاخرى ما غاديش ندير فيها كيندير، غادي ندير فيها الكريمه وغادي ندير كريمه في الجناب. وهنايا غادي نبدا نقاد في الحلوه ديالتي، من الاحسن تكون عندكم شي حاجه هكا تقادو بها مزيان تجيكم بلا، ومن الاحسن تكون عندكم شي حاجه تدور، فهنايا ما متوفراش عندي.
فوالا، من الأحسن فاش كتسهل عليكم الخدمة نخليكم مع الفينيسيون ديال الكاطو، نتلاقاو من بعد. صافي، هنايا كنجيب الشوكولاتة اللي كنكون ذوبتها، وكديروا هاد الدميعات هادو كما راكم كتشوفوا، كتحاولوا تكبوا الدميعات هما الاولين عاد اش تديروا شويه الشوكولاته الفوق. صافي، ومن بعد غادي نكمل الديكوراسيون ديالها. خليكم مع الى اخر الفيديو، خليكم معايا. صافي، الكاطو ديالنا هي وجدات، كديكوريوها باش ما بغيتو. انا درت هنايا شويه شوكولا كيندر مع البسكوي كيندر وواحد البو ديال نوتيلا. صافي، غتخليوها في الثلاجه 3 السوايع، ولا تخليوها تبات ليله كامله على حسب امتى بغيتو توجدوها. صافي، هنايا غادي نقطع معاكم واحد الطرف باش تشوفوها كي جات. صراحه جات رائعه رائعه بزاف، جينواز جات زوينه مع الكروستيون ديال الكيندر الوسط، والكريمه جات رائعه. كنتمنى انكم تجربوها، صراحه فنه. الى هنا تنقول لكم بالصحه والراحه مسبقا الى جربتوها، ومع فيديو اخر ان شاء الله. إلى هنا تنقول لكم نلقاكم بألف خير مع فيديو آخر. إلى اللقاء.